اسعدكم مساء، اهلا بكم لحلقه جديده من برنامج القرار لكم. مثل ما متعودين دائما قبل ما ارحب بضيوف الحلقه نتابع التقرير. طارش رحت للبصره، غناها عباد العماري قبل اكثر من 50 سنه، وكلماتها تفسر هتافات رددتها بعض الجهات بها تساؤلات عن أوضاع ثغر الجنوب واستعداداتها للانتخابات المبكرة بعنوان إحجارة بالظلمة. مثلاً محافظة البصرة قبل كل انتخابات برلمانية سجل ارتفاع بمنسوب المنافسة بين القوى السياسية، هدفها كسب الأصوات بصناديق الاقتراع حتى تضمن حصة من مقاعد العاصمة الاقتصادية اللي تعتمد الموازنة على نفطها ومنافذها البحرية والبرية. صحيح بعض الأطراف تستغل قلة الخدمات بملف الدعايات على طريقة الهور مرق وزور خواشيق، لكن المواطن البصراوي كل مرة يطلع منها بخفي حنين، لا خدمات تتحسن ولا تعهدات تتحقق. والسبب مشاكل المحافظة عدادها يقرأ نزاعات عشائرية وتعب بالأوضاع الأمنية، واللي ما يصدق يسأل عن معارك أطرافها العشائر بمختلف الأسلحة يصير بها قتلى وجرحى وثارات سالفتها ما تخلص. صحيح البصرة كانت بمقدمة المحافظات بالتظاهرات الاحتجاجية من أيام حكومة السيد العبادي، وعبرت على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وبعدها وصلت الحكومة السيد مصطفى الكاظمي، لكن بكل مرة تنتهي بعمليات قمع للمحتجين نتائجها شهداء وجرحى ومطالبهم تصير بخبر كان. بس دقيقة، بعض الأطراف أعلنتها وقالت تظاهرات تشرين واعتقال فرقة الموت المتهمة بتنفيذ عمليات اغتيال للناشطين والصحفيين والحكم بسجن على قاتل المتظاهر عمر فاضل باعتباره أول قرار قضائي يصدر بقضية قتل المتظاهرين. يمكن تغير معادلة الخارطة السياسية بالبصرة، وجوز تطلع قوة جديدة تنافس الأحزاب اللي كانت فارضة سيطرتها على المحافظة، لكن وبعنوان لا تقول سمسم إلا تلهم. أكو جهات كشفت عن مخاوف من تأثير المال السياسي والسلاح على الانتخابات، والسبب بعض الأحزاب المتنافسة عندها فصائل مسلحة تحود النار لقرصتها، والدليل مهاجمة فصيل مسلح مقر خلية الصقور الاستخباراتية بمنطقة البراضعية واختطاف 2 من عناصرها احتجاجاً على مذكرة اعتقال مختومة باسم واحد من قيادات الفصيل بتهمة قتل الناشطين. انتهت بقعدة عشائرية على طريقة حب عمك حب خالك، لكن أبو هيا من وصلة الأخبار قرر إعفاء قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام حتى يحفظ المكة هيبتها، وبعدها صدر أمر بتعيين اللواء الركن علي الماجدي بدلاً عنه، واللي وجه بأول لقاء ويا شيوخ العشائر تهديدات واضحة لضبط الأمن. الحرب الصير، المخدرات، السلاح المرخص، هذا راح يستقل كان من يقوم. أنا جيت أقولكم هاي صارت تكون ناسكم يمشي وفق القانون على رأسي وبعيوني، يطلع من القانون مو شعره أقل من شعره ينقص رجله. هنا أكو أطراف دخلت على الخط وطرحت تساؤلات، تقول دعوات مقاطعة الانتخابات اللي أطلقتها أحزاب محسوبة على تشرين رح توصل للبصرة لو تتعثر وراء عبورها الناصرية. هاي كلها بصفحة وزيارة المحافظ أسعد العيداني لإقليم كردستان واجتماعه بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني شنو أهدافها؟ لأن البيان اللي نقله مكتب كاك مسعود بتصريحات سياسية واقتصادية منسوبة للعيداني، وحدة منها عن ضرورة مشاركة جميع المحافظات بإدارة السلطة وصناعة القرار. بس دقيقة، السالفة يمكن بها رباط بتهميش البصرة من المناصب الوزارية، لأن بكل تشكيل الحكومة نسمع شكاوى عنوانها تجاهل تمثيل ثغر الجنوب بالكابينة الوزارية. بس إحنا ليش مستعجلين؟ يجوز نتائج الانتخابات المبكرة إذا صارت بموعدها وعبر السلامات تعدل الميلة، وهاي الراد نرجع نسمع لها. سنة 62 طارش رحت للبصرة. حياكم من جديد وارحب بضيفي الشيخ كاظم السرايفي احد وجهاء محافظه البصره. مساء الخير على حضرتك شيخ كاظم ضيف عزيز. يعني بالبدايه لازم اسالك بما يخص البعض من وجهاء شيوخ محافظه البصره، بهذه الشهرين ابتعدوا جدا عن الاعلام واختصروا ظهورهم وكانه منتظرين ياخذون او يكون اكو موقف واضح سياسي يلا يتجهون للاعلام يظهرون يتحدثون به. هل هو موضوع الانتخابي غير الانتخابي؟ يشوفون وضع الحكومه، يشوفون تظاهرات تشرين، شنو السبب؟ شنو اللي يصير داخل البصره عند الشيوخ؟ الله محييك واهلا وسهلا بك، وحيا الله مشاهدي قناه دجله الفضائيه. شيوخ العشائر هم ما يبتعدون عن الاعلام، بس هم دائما ماسكين العصا من الوسط، لان السياسي ابن عشيرتهم ورجل قوات الأمنية ابن عشيرتهم،
والحشد ابن عشيرتهم، فهم يترقبون متى ما تهدأ الأمور أو متى ما تحدث مشكلة يتدخلون في الموضوع. اي بس اذا كان السياسة على خطأ هو لان ابن عشيرتهم فانا ابتعد عن الاعلام واتركه، هذه مشكله. لا لا، هو واذا ابن الحشد هم يعني ابن عشيرتهم ممكن يكون عنده خطأ بالمحافظة، فهذه مصيبة. لا لا، هم شيوخ العشائر يصلحون الاخطاء ويحاولون دائما يساوون الامور بيناتهم. زين. وتلاحظينهم باي مشكله يتدخلون ويفضون النزاعات بطريقه او باخرى ما توصل للمحاكم، يحاولون يساوون الامور بين السياسيين وبين القوات الامنيه، وياما مشاكل حثت ما وصلت لا للمحاكم ولا للقوات الأمنية، وتلاحظين شيخ العشيرة يقعد ويحله. طيب إذا أريد أجرني لسؤال بهذا الوضع، أنه شيخ العشيرة هو اللي يحل اليوم، ما عندنا خلافات، ماذا توصل للمحاكم، لعشان اللي نشوفه من موضوع السلاح ونزاعات العشائرية اللي تصير بالبصرة؟ يعني شنو اللي شايفته؟ هذا شيء قليل. هذا شيء قليل. الله يبشرك بالخير، يعني الموجود أكبر. هذا شيء قليل اللي جاي يوصل للمحاكم. شيوخ العشائر فاتحين ديوانهم عبارة عن برلمانات مسقرة، عبارة عن محاكم مسقرة. تشوفين يقعد من شيخ العشيرة من الصبح إلى وقت متأخر من الليل يحل هذه المشكلة ويرضي هذا ويسكت ذاك، وتعرفين اليوم كل محافظاتنا وبالذات خصوصا البصرة. احنا سولف موضوعنا على البصرة، وهو البصرة لانه البصرة اللي اسقطت رئاسة وزراء واللي ممكن تمنع انتخابات واللي ممكن تمرر انتخابات. شوفي احكي لك اللي ما يعرف البصرة اذا هدأت البصرة هدأ العراق، واذا استقرت البصرة استقر العراق، واذا انتفضت البصرة ينتفض العراق. جربوها بحكومة السيد العبادي. جربوها بحكومة السيد حيدر العبادي، واعتقد كان تصريح للمحافظ وانتفاضة مال شارع أسقطت الحكومة الولاية الثانية لحكومة حيدر العبادي، وكانت انطلاق التظاهرات الأولى بحكومة السيد عادل عبد المهدي هي من البصرة ومن ساحة التحرير في بغداد، وكان ثقل التظاهرات في البصرة، وكذلك أسقطت حكومة السيد عادل عبد المهدي. شنو الواقع الأمني اليوم اللي تعيشه محافظة البصرة من الناحية العشائرية، الخلافات العشائرية، السلاح الاستعراض اللي نشوفه في بعض الأحيان على مواقع التواصل؟ أنا ما أقدر أخفيك أقول لك الوضع الأمني مستقر ومستتب، ولا أكو خروقات أمنية، لكن هو موضوع جنائي مو موضوع إرهاب. إحنا اليوم ما عندنا إرهاب، البصرة خالية من الإرهاب بنسبة 99%. ليش والسلاح مو إرهاب بحد ذاته وجوده يعني واستعراضه بهذه الطريقة؟ يعني أنت تعرفين عشائر إذا تمتلك أسلحة أكثر من وزارة الدفاع حسب ما شفناه بالموقع، حسب يعني ما يظهر لنا يصدر لنا. 5 مليون اليوم البصرة، تعدادها الأصلي كان 2 أو 1.5 مليون، 3 مليون نازح إجا من محافظات ميسان وذيقار والمثنى وغير المحافظات البقية. هذول ما كانوا منسجمين معانا إحنا كأهل البصرة. قاتل وإجا شال للبصرة، مطلوب وإجا شال للبصرة، البصرة فاتحة أبوابها ما تغلق أبوابها بأي حد، باقي بعقليته إنه باقي بنفس مكانته الأولية ومشاكل العشائرية. أكو عندنا نفط وصير عليه مشاكل، أكو شركات نفطية، أكو حدود، أكو يعني هو الخلافات تصير بسبب المال؟ أكيد أغلبيتها بسبب المال، مو خلافات بين عشيرة وعشيرة. يعني هي مرات بين عشيرة وعشيرة، أنا عندي قطعة أرض زراعية إجت شركة نفطية، هذه أقول أنا مالتي. إيه هنا يكون الخلاف بالحكومة، مع الحكومة مو بين العشيرتين. يعني هي وزارة النفط تتحمل المسؤولية الكبرى مع الخلافات العشائر، وزارة النفط. حلو، هاي أول مرة يطرح. احتمال أول مرة سمعينها. أي أول مرة تطرح. أراضي البصرة عبارة عن 80% أراضي نفطية. من الزبير إلى القرنة إلى المدينة إلى مجنون كلها أراضي نفطية. سفان ومقصر كلها أراضي نفطية. زين. تجي الشركات الأجنبية تأخذ استثمار من وزارة النفط. استثمار حقل مثل الرمويلة. أنا رجل فلاح عندي مزارع. وعندي أبوي وجدي وجد جدي عايش في هذه المزارع. أول شيء ما يعوضوني تعويض يكفيني، تعويض بسيط جدا. ثاني شيء هسه أبسط المشاكل اللي جاي نعاني منها، يجيك يمر أنبوب نفطي أو أنبوب غاز يقول لك يا بنت هاي أرضك الزراعية، أنا ما عندي أي مشكلة بيها، بس خلي نعبر هذا الأنبوب من خلال مزرعتك. زين. أنت ما تقدر تمنحهم، هذه مصلحة عامة، وبعدين أهل البصرة بطبيعتهم طيبين، تقول له عبر ماكو مشكلة. بعد سنتين أو ثلاثة يخلص العقد الزراعي مال مزرعتك، تروح تجدد يقول لك لا أنا ما جدد لك العقد، هذه محرمات نفطية. يا أبا وأنا أرضي قبلك، الزراعة قبل النفط كانت، وإحنا أصل العراق هو أصل منطقة زراعية. زين. النفط تو استكشف، أنا خليتك برضاتي يعني بطيب نية بطيب كرم. نية بحسن نية خليتك عبرت الأنبوب، هسه أجي أجدد العقد مالتي تقول لي والله هذا محرم نفطي؟ هذه واحدة من المشاكل. الفلاح راح حالات كثيرة موجودة اليوم. البصرة عبارة عن شبكة مال أنابيب،
أراضي البصرة شبكة مع الأنابيب، أبو شمال البصرة يربط بجنوب البصرة، أبو الرميلي يربط بحقل الشرق. وزارة النفط بس بهذه النقطة اليوم مقصرة؟ لا، كثير عتها قصور. تشغيل الأيادي العاملة من ضمن العقود اللي وقعت ويا وزارة النفط شركات التراخيص الأجنبية، 80% من العمالة تكون محلية. هسا احنا 30 مطينها للمحافظات، يعني هذا قانون 80% محلية 80% محلية. بس احنا اللي بدنا نحكي بيه بعقود وزارة النفط مختلف، بحيث الكوادر كلها تيجي للعراق هي أجنبية، ونسبة التشغيل العراقية أقل بكثير من نسبة 80% تتحدث بها. لا حتى 40% ماكو. هذا اللي ده اتحدث فيه، لانه اكو اموال بجولات التراخيص تصرف على كوادر اجنبيه ليست عراقيه، تصرف على كوادر اجنبيه وفنادقهم وطياراتهم الخاصه وسكنهم اموال طائله تصرف. احنا كما هسه ابسط مثال، مثلا اضرب لك مثال، يعني انا اليوم بمنطقتي بالزبير، اهل الزبير ناس بطاله. الزبير اقنى قضاء بالعراق اذا مو بالشرق الاوسط، ينتج يوميا 3 مليون برميل نفط. اذا قلت نفط البصره فهو نفط الزبير. زين، رميله شماليه جنوبيه وسفان ومقصر وحمار مشرف، هذا كلها حقول نفطيه. احنا كزبير جالسين على بحر مال نفط، نعطيني منو المستفاد من اهل الزبير من هذا النفط؟ ما حد مستفاد من عنده. ابسط شيء يريد يشتغل اجر يومي، ذاك يوم انا جوني للمضيف تقريبا 150 عامل باحدى الشركات، نبطلهم نشغل من غير محافظه. زين، ولد الزبير ولد منطقتنا ولد البصره ذولا بطلوا. ليش؟ كورونا والوضع الاقتصادي ما يسمح، ولازم نقلل العمالة. قل لي على طاري البطالة، إذا أريد أسألك عن نصف الشعيبة، مو قالوا إنه حيشغل أيادي عدد كبير من أهالي البصرة راح يكون تحديدا؟ شوفي أحكي لك، نصف الشعيبة انحال ب4.5 مليار دولار إلى شركة يابانية وشركة هونداي الكورية. جيد. لحد الآن ولا شركة بصرية أو من الزبير أخذت عقد بالمصفأة. اجتنا شركات من الحله ومن الديوانيه ومن بغداد ومن الرمادي ومن الشرقاط ومن الموصل. شلون تم الاحاله به؟ ما اعرف، اعتقد عن طريق وزاره النفط، لان احنا عندكم تساؤلات علي ام تشوفون الامور ماشي؟ لا والله، احنا شوفي هسه احنا نطالب مراتب ابسط الحقوق، يعني مثلا تجهيز العماله يكون عن طريق الشركات الامنيه، تكون عن طريق ابن المنطقه ابن الزبير. مثل أبسط الأمور، الأعمال المدنية، التراب والسبيس والكونكريت وكذا، ذني ترى هاي ما تحتاج لكوادر أجنبية، ما تحتاج لكوادر أجنبية، ولا تحتاج تجيب لي شركة من غير محافظة. ما نكون طائفيين، لا تجيب ليها من الحلة والديوانية ولا تجيب ليها من الموصل وصلاح الدين، جيبها من الزبير، خلي ابن الزبير يحميك. رجعني بس على موضوع المصفى، لأن هذا لازم يكون إلي لقاء وزير النفط، أيضا عندي ملفات ويكون هاي من ضمنها. دارد أسألك مرة ثانية، شنو معلوماتك عن مصفى الشعب؟ أنت حضرتك دا تقول مدى يشغل أيادي من أهل الزبير ولا حتى أيادي عراقية من باقي المحافظات، من الكوادر العاملة به؟ قلت لك أنا يعني محافظة البصرة ما عندنا ولا شركة لحد الآن مشتغلة في مصفى الشعب. العقد ب4.5 مليار دولار تقريبا 1.5 مليار انحال للشركة، شركة هونداي الكورية، أقلبها أعمال مدنية، أعمال تيول وتراب وسبيس. المحافظ على علم بها؟ أكيد هو بعد رجل محافظ، هو محافظ على علم بيه. إيه بس هو تدري ما عنده صلاحيات على وزارة النفط. إيه بس هو استاذ محافظ يا يوم يسكن دائما صوته عالي، حتى لو ما عنده صلاحيات عنده صلاحيات بغير أماكن يتحدث بيها. هاي المعلومة خافيتة يعني. يلا هسه وصلت، المفروض هسه توصل لبعد هذه الحلقة. زين، على طار البطالة، المفروض هذا الملف حل من بعد حكومة السيد العبادي. أكو درجات تعيينية أطلقت لأهل البصرة، أكو وضع مختلف صار لأهل البصرة، صارت 30,000 درجة وظيفية. هاي اللي وعد بها العبادي. اللي وعد بها العبادي، واللي المحافظ أستاذ أسعد العيداني عينهم على شكل عقود. عقود؟ عقود. بأجر يومي؟ بأجر يومي وعقود. لحد الآن أكو وصلوا بهم للتسعة أشهر والسنة ما صرفت رواتبهم. والله ميزانية ماكو، والله يعني تخصيصات مالية ماكو، درجات وظيفية ماكو. بس هي أطلقت الموازنة المحافظة. أطلقت لحد الآن ما مستلمين. أنا التقيت بأحد المجموعة من الشباب قبل أسبوع. واحد يقول لي أنا صار لي 9 أشهر ما مستلم راتب، والسيد المحافظ ما مقصر، الرجل كتب كتاب وكتابين للأمانة العامة. رح يكون هذا انطلاق شرارة جديدة للمظاهرات، ممكن تمنع مرور الانتخابات أو تسقط حكومة السيد الكاظمي مثل ما حدث بحكومة السيد العبادي؟ أنا أعتقد إذا ما قرروا لهم رواتب وما عينوهم بعقود أو بأجر يومي أو تعيين دائم. أنت اللي تحكي عن 30,000، أنا تحكي عن أكثر من 30,000. تحدث عن عدد. هم 30,000 درجة وظيفية لحد الآن ما ماشين. يعني شلون تقدرين تحكي عن أكثر من 30؟ هم 30,000 درجة وظيفية لحد الآن ما مستلمين رواتبهم وجاي يشتغلون مجانا، إضافة إلى عقود التربية، ياما معلمين ومعلمات جاي يداون مجانا بدون أجر.
يعني البطالة ما زالت قائمة بمحافظة. البطالة ما زالت قائمة، احنا ننتظر ميزانية 2021. شرارتها ما زالت تخوفكم كوجهة عشان البصرة؟ أكيد البصرة بأي لحظة تنتفض، بس حكمة المحافظ الشيخ أسعد العيداني مهدي الأمور، يحاول يهدي الأمور، مرة يتعامل وياهم كشيخ. إلى أي درجة يقدر يهدي الأمور؟ ولأي يعني مرحلة يقدر يخلي يعني مو دائما يقدر يهدي الأمور، تدرين إذا قرت ميزانية 21 صرفت الأموال أقصد مال 2021 وما صارت مشاريع وما صارت درجات وظيفية، أعتقد تفلت السيطرة من إذا ما يقدر يسوي شيء، لأنه هو الرجل. وحتى العشائر ما راح يقدر يسوي شيء ذاك الوقت. وحتى العشائر إحنا ما نقدر نسوي شيء، لأن الوعود ما راح تكفي. لأن إحنا شيخ العشيرة اليوم مو حاكم، شيخ العشيرة اليوم صار يترجى بأبناء عشيرته. قبل تعرفين شيخ العشيرة قطاعي وعنده أرض وعنده عبيد وعنده خدم وعنده حشم وعنده سجن، حتى عنده سجن. فشيخ العشيرة كان يحكم، اليوم الحمد لله بسلامة الأحزاب جردت شيخ العشيرة من كل الصلاحيات، ما عنده غير لسانه يستخدم لرضاء الناس، ما عنده غير يترجى ويحاول يرضي الناس، وخلي امسحها بوجهي وانا البخت مالتك وانا عمك وانا ابن عمك وخليها علي وان شاء الله طلع حقك. مدحت الشيخ اسعد بطرح انطراحته وكانه ثقتك عاليه به بوجوده محافظ للبصره. والله انا اعتقد هو شيخ عشيره قبل ما يكون محافظ، ودائما الشيخ عشيره تكون عنده حنكه وتكون عنده ثقه بالنفس، وهو رجل ابن خير قبل ما يكون محافظ. بس واجه مظاهرات وضد منه، هسه ما نعرف هي كانت حزبيه سياسيه لو فعليا مطلبيه. اعتقد انا بعض المظاهرات كانت حزبيه ضده، كان ما كانت مطلبيه. لا ما كانت مطلبيه، كانت مظاهره او مظاهرتين حزبيه، ومظاهره او مظاهرتين مو ضد شخصه كاسعد العيداني، ضد يطالبون بالخدمات ويطالبون بالضغط عليه. ايش قد رضى ابناء البصره يعني حضرتك، لان احد وجهاء تجلس بالمضايف وتسمع وتشوف ابناء محافظه البصره عن اسعد العيداني بقاء او ممكن تولي مره اخرى محافظ البصره؟ انا اعتقد بعد محمد مصبح هو اسعد العيداني الله يرحمه، محمد مصبح المحافظ السابق. نعم. تدرين اجى بوقت كان وقت كلش حرج، الاوضاع الامنيه مو مستقره، 2005 2006 2007 كانت طائفيه، كانت ميزانيات مو ذيك الميزانيات العاليه. قدر يقدم خدمات للبصره اليوم، يعني الى مقبوليه اليوم يعيشها المحافظ. نعم الى مقبوليه طيب. راح المحافظ لاقليم كردستان، التقى بكاك مسعود بارزاني، صدرت بيانات يتحدث عن جانب اقتصاديه، وكانه اكو تلميح على انه البصره ممكن رئيس الوزراء بهذه المرحله بعد الانتخابات المبكره راح يكون منها. هو قاب قوسين او ادنى من رئاسه الوزراء أسعد العيداني ووصلت له، وصلت له يعني، بس ما كان يعني الظروف الحظ شو اسمه، احنا جزء حظنا اهل البصره، ولا احنا المفروض التوافقات السياسيه استبعدت العيداني من تولي رئاسه الوزراء. احنا البصره كل شيء عندنا، شوفي كاموال وكشعب وكمنافذ حدوديه وحدود على عده جوار وبحر، نختلف عن بعض المحافظات كلها، ما عدا عندنا شغله واحده، ما عندنا قاده سياسيين او قاده دينيين في محافظه البصره. تعرفين القياده الدينيه بالنجف وكربلاء، والقاده السياسيين فرات اوسط وبغداد. فاحنا سياسيين اللي 24 او 25 نائب كلهم تبع الى الكتل السياسيه في النجف وكربلاء وفي بغداد. فينقصنا قائد سياسي اوحد تتجمع البصره خلفه. شلون يكون عندك قائد سياسي اوحد بمحافظه البصره وانا دا اتحدث عن كم جهه سياسيه اليوم متداخله بالبصره؟ لا تنسى الفلوس بالبصره، العز بالبصره. تعرفين هم ذول الكتل السياسيه، ذول الكتل السياسيه مثل البرلمان. لا بس لهم سطوتهم ولهم سلاحهم ولهم فصائلهم ولهم قوتهم على الارض. اي اكيد. ولهم سيطرتهم على الارصفه وعلى الموانئ وعلى الجانب الاقتصادي وعلى الجانب الطبي. اذا اريد اتعمق اكثر ان شاء الله ما اوصل البيت اللي بطلع من القناه، بس انه اذا نتحدث بتعمق كبير بمحافظه البصره مو بالسهل. شلون يكون عندك قائد واحد اوحد؟ انا اقول لك شوفي، اذا تذكرين تركيا قبل أردوغان كانت عبارة عن مسرح عمليات ومسرح انقلابات، وعبارة عن مدينة خربة، اسطنبول بالذات مدينة نفايات ومدينة سراق ومدينة لصوص وكل شيء بيها. اجى أردوغان مدير بلدية، درج إلى محافظة، درج إلى رئيس وزراء، صحيح، وصار أردوغان، واليوم يحكم تركيا كلها ويحكم تقريبا نص الشرق الأوسط. فإحنا نطمح بشيخ أسعد العيداني أو غير شيخ أسعد العيداني، أي شخص اللي يجي. هسه انت اليوم انا حكيت لك عن اسعد العيداني ممكن تقولين انت جاي تحمد بيه. لا، لانه هو كان الاقرب لرئاسه الوزراء، هو كان الاقرب الى رئاسه الوزراء، والتوافقات السياسيه كان ماشي باتجاهات صحيحه بالضبط. كان ماشي وقلت لك قاب قوسين او ادنى، ولو ماسك رئاسه الوزراء لا هسه وضع البصره غير، واحتمال حتى وضع العراق مستقر اكثر. شنو هالثقه هذه؟
يعني هو غير محافظة البصرة هواي يشتغل بها الرجل. وصلاح هذا حيكون رئيس وزراء للعراق، شو راح يغير بواقع البصرة؟ يعني اليوم هو ابن البصرة وشاعر معاناة البصرة وشايف الضيم من أهل، شايف ضيم أهل البصرة وشارب مايها المالح وطافي عليه الكهرباء بالثنتين الظهر ودرجة الحرارة 55 فيشعر بأهل البصرة، مو أنا اليوم قاعد هنا ببغداد. طيب البصرة بهاي الموازنات الكبيرة اللي صدرها لبغداد وبقية المحافظات ما قدرت تخلي وزير منها، رح تقدر تخلي رئيس وزراء منها؟ مو أنا قلت لك الكتل السياسية فرات أوسط اللي نسميهم نجف وكربلاء وبغداد، فالبصرة تبعية تعتبر، احنا ردنا نصير إقليم ما قبلوا علينا. بس انتم مصرين على فكرة الإقليم؟ مصرين على فكرة الإقليم، بس منو يقبلنا؟ لا نجف وكربلاء ولا بغداد. زيارة أسعد العيداني لسيد مسعود بارزاني مو بها فكرة لطرح الإقليم وكأنه يريدون توافق كردي على موضوع إقليم البصرة؟ لا أنا أعتقد لكسب الخبرات من ناحية الإعمار، لكسب الخبرات من ناحية الوضع الأمني، ما أعتقد أسعد العيداني يروح المسعود بارزاني ويقول له تعال سوي إقليم، لأن هو مو صاحب قرار الرجل. أنا أعتقد للتبادل التجاري تدري عفين هم منفذ وإحنا منفذ، إعمار وانطلقة الإقليم انطلق زين. نوابكم منهم عدي عواد أذكر بحلقة سابقة قبل ما تقر الموازنة بالأرقام اللي موجودة والمذكورة للبصرة قال إذا مررت الموازنة بهذه الأرقام لو نعرف تقطع الشوارع رح نقطعها. اليوم ما شفنا هذا الشيء صار، مررت الموازنة والأموال ما وصلتكم، اليوم ده تقول لي أكو بطالة ما زالت مستمرة عندنا، ما صار هذا الشيء. بالنسبة للأستاذ عدي عواد ابن البصرة ورجل مجاهد ورجل عانى ما عانى، كذلك الأستاذ فالح الخزعلي، كذلك خلف عبد الصمد، كل نواب البصرة محترمين، لكن هم مو أصحاب قرار، تعرفين هم مرتبطين بكتل سياسية، والكتل السياسية مرات تضغط عليه تقول له أنت ترفع إيدك للمصلحة العامة، لمصلحة البلد، للمصلحة كذا، للتوافق السياسي ترفع إيدك. هو مرتبط يعتبر مرجعية، والمرجعية مالته تقول له ارفع إيدك يرفع إيده. فعلا هو ما مقتنع بالموازنة ولا مقتنع. احنا مرة أنا قعدت ويا عدة مسؤولين قلت لهم اليوم برميل النفط بسبعين دولار، اخذوا 69 وطونا دولار واحد كبصرة احنا من خيرات البصرة وانتاج البصرة، اخذوا لكم 69 لكم وزعوها على الرواتب، بوقوهن كلون صرفوهن، انطونا دولار واحد من كل برميل دولار. ما يقبلون حتى دولار واحد يبخلون بيه علينا. فأنا وعدي عواد وأي نائب ما نقدر نسوي شيء، مو صاحب قرار القرار بيد بغداد. طيب إذا أريد أرجع أقول لك العبادي تعطوا منه ومنعتوه من تولي ولاية ثانية بسبب أحداث البصرة ومظاهراتها، عادل عبد المهدي استبعد استقل لأي سبب بسبب أيضا التظاهرات، السيد الكاظمي كان إلى مقبولية بالبصرة ما شاهدناه، هذا إيش قدم له البصرة؟ والله قدم أنا أحد إنجازات السيد الكاظمي لزم هذه خلية الموت أو إنجازات السيد الكاظمي أم القوات الأمنية الماسكة الأرض؟ طبعا هو القائد العام للقوات المسلحة، لأن هو منه القائد العام للقوات، هو اللي يأمر هو اللي ينفذ. هذا منجز أمني، منجز الاقتصادي، المنجز الموعد بأهل البصرة. منجز الاقتصادي إجا الرجل فتح وضع حجر الأساس مع الميناء الفاو الكبير وتعاقد مع شركة، إجا وضع حجر الأساس مع المصفى الشعيبة وتدري ذني مشروعين عملاقين، إجا وضع حجر الأساس مع ما يحضرني اسم الشركة باللحيس، شركة عملاقة أعتقد أمريكية إجاهم وضع حجر الأساس مالتها. ذني إذا اشتغل المشاريع ومشن بالصورة الصحيحة أنا تعهد ليش ما يتبقى بطالة بالبصرة، بس على شرط يكون التشغيل 50% من أهل البصرة. هذا قانون، لازم يكون قانون مقر من رئاسة مجلس الوزراء. هو القانون مقر، بس ينقصه بس التفعيل، ينقصه بس التطبيق. زين هم أرجع وأقول لك إيش قدم الأهل البصرة، إيش قد قريب من أهل البصرة سيد كاظم؟ أنت حضرت حكيت ثلاث منجزات هي تعتبر لشركات ضخمة، لكن البصرة لأبناء البصرة. لأبناء البصرة أول شيء إحنا نريد من عند الأمن، وقدم لنا قائد عمليات جديد ووعدنا قال هذا قائد العمليات الجديد راح يبسط الأمن، لا راح يفاوض شيوخ العشائر ولا راح يقعد مع الأحزاب ولا راح يخاف من كتلة سياسية. يقدر؟ والله نتمنى يقدر. إحنا يقدر؟ نتمنى يقدر. هذا التمني الواقع يقدر؟ ما أعتقد يقدر. جيد خلينا نتجاوز غيرها. غيرها قال ميزانياتكم راح أصرفها مفتوحة وراح أعوضكم من المنافذ الحدودية 50% من واردات المنافذ الحدودية. اللي صار هذه الفترة كلها جاي تستلم كم محافظة من واردات المنافذ الحدودية والبصرة قبل إقرار الموازنة.
وقرار الموازنة هو مو شخص بيده هو اللي يقرر الموازنة، اللجنة المالية تقرر الموازنة ومجلس النواب يصوت عليها هو يصادقها. فأعتقد بس تصادق من وزارة التخطيط تبدأ بصرف الأموال. يعني ما راح نشوف تظاهرات قريبة للانتخابات ضد السيد الكاظمي بالبصرة. أنا أتمنى ما هذا الداري أوصل. أتمنى ما تكون تظاهرات، بس إذا ما صرفوا 30,000 درجة وظيفية وبدأت تعيينات جديدة. هو وقف عمر الحكومة على متصرف. باقي 4 أشهر. هذه الصيف هو الحلقة الأخيرة. أما تبقى الحكومة أو لا تبقى الحكومة. ليش معنى الصيف؟ يعني الكهرباء والحرارة. كهرباء متوفرة بشكل جيد حسب حديث وزارة الكهرباء بما يخص البصرة. لا هسه هذه الأيام بدأت تتلكأ الكهرباء. عندنا بالبصرة بدأت تتلكأ وتعرفين هسه اليوم الحرارة 48 بالبصرة. ثلج الارتفاع صح. بعد 15-20 يوم شهر إذا ما تحسنت الوضع. هسه لا مو ملف الكهرباء شيء والتظاهرات ضد السيد الكاظمي. مو هي شرارة شوفي. أمس اليوم مظاهرات علي من على عطاب محولة بالناصرية. قطعوا الطريق وطلعوا تظاهرات محولة مع الكهرباء انضربت. فليش تكون عندنا التظاهرات بالبصرة؟ الماي مالح والكهرباء ما مستقرة ودرجة الحرارة 55-60 توصل. شو يريد يصير المواطن؟ شو قد تخوفون من الاغتيالات بالأيام القادمة بالبصرة؟ والله يعني أكو تخوف بس إن شاء الله ما يصير. حسن واقعيا نحن نشهدها بالبصرة وغير البصرة، لكن بالأيام القادمة التخوف إذا ما ظهرت مظاهرات كان انطلاق شرارتها الكهرباء أو التعيينات أو أي سبب ثاني، لكن أكو تخوف من عمليات اغتيال خصوصا أكو فصائل خارج عن إطار الدولة متواجدة ومتمركزة بالبصرة. وما أعتقد ما أقصد فصائل حشد، أقصد أقول عصابات، خلينا أصحح التسمية. ما أعتقد يصير أكثر من اللي صار كاغتيالات في محافظة البصرة. اغتالوا عدة ناشطين، هذا أكثر ما عندهم هذه الفصائل اللي ما مرتبطة لا بالحشيد ولا بالأجهزة الأمنية ولا مرتبطة إصابات تعتبرها إصابات من فلتة، إصابات خارجة عن القانون. ما أعتقد قدرة تسوي أكثر من التظاهرات اللي صارت بحكومة السيد عادل عبد المهدي. كانت تظاهرات كلش قوية، اغتالوا ناشطين 2-3، هذه إمكانياتهم لأن الدولة دولة قوية. ما راح يكون أكثر من هذا المستوى بعملياتهم ولا راح يكون أكثر من هذا. بقائد العمليات الجديد ممكن يمنع هذه الظاهرة سبعيد عن العشائر دهش عن العصابات. والله هو اجتمع بشيوخ العشائر وجمعهم كلهم وقال لهم، سمعت التقرير مالته اللي طلع، قال لهم أنا ما أسمح بالسلاح المنفلت ولا أسمح بالإطلاق. حس الحكي كنا نحكي بس الفعل. وإحنا نريد نطبق، إحنا نريد أن صولة مشابهة لصولة الفرسان، صولة على السلاح المنفلت. محتاجة البصرة صولة فرسان جديدة؟ يعني عندنا سلاح منفلت وعندنا منافذ حدودية مفتوحة تدخل المخدرات براحتها والطب وتوصل وين ما تريد. يعني ماكو سيطرة على المنافذ الحدودية. لا هي مو ماكو سيطرة، بس هي رات صولة. أكو أنت ستباوعين تروح للمنفذ تلقى جيش وشرطة وأمن ووطني واستخبارات ومخابرات. بس منين تدخل هذه المخدرات؟ مخدرات جاي تدخل من دول الجوار، منو اللي جاي يدخلها؟ أنا أدخلها؟ غير أكو ناس جاي يدخلها؟ الماسكين الأرض. الماسكين طيب الأرض. أريد أن أعبر نقطة الكهرباء وأقول حتعدي السلامات وما راح أصير مظاهرات، التعيينات ممكن اللي نوعد به راح يوفي به لأهل البصرة. وصلنا لمرحلة الانتخابية، شهر 10 إذا ما تمت حسب وعود الحكومة. إذا ما تمت عندك مال عندك السلاح اللي تتحدث به، هذه حرب مختلفة عن حرب الكهرباء وحرب التظاهرات. شنو شكل البصرة؟ قال بالأنبار خايف مو كلش، بس أبو نينة وأبو صلاح الدين متخوف، أبو ديالة جدا متخوف، أبو بغداد مرعوب، أبو البصرة شلون عايش بأيام الانتخابات؟ هي الكتل السياسية كلها قابلة تصير انتخابات وتتمنى تصير انتخابات. هذا بالعلن؟ هذا بالعلن. بالعلن إحنا نباوع لهم بالعلن. إذا ما صارت انتخابات أنا أتوقع ردة فعل جدا قوية، ومثل ما بلغت رئيس الجمهورية اللي كانت التظاهرات يوم 10/1 ونطوا مهلة يوم 25/10، فرئيس الجمهورية دزعينا مشايخ العراق وأنا كنت من ضمنهم حاضر من محافظة البصرة. قلت له أكو مثل عندنا بالعرب اللي يحبك يقول لك رت، قلت لك والما يحبك يقول لك رت أقول لك. قلت له خل أحكي لك، يوم 25/10 ما تتوقع شنو اللي راح يصير يا رئيس الجمهورية إذا ما تسوون حلول سريعة وتتلاحقون الأمور وتطردون الشارع؟ ما تتوقع شنو اللي راح يصير؟ قال شنو تقصد؟ صار اللي صار وسقطت حكومة عادل عبد المهدي. أتحدث أنا عن المرحلة القادمة شنو راح يصير؟ أعتقد إذا تأجلت الانتخابات يوم 10/10 وأجلوها الشهر الرابع راح تصير. وإذا صارت بعشرة عشرة وإذا صارت هو الشعب شريط، هو راح يقرر مصيره بعد. ليش أنت مأمن على الـ 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 الناخب
على حياة الناخب، على حياة المرشح، على صناديق الاقتراع؟ هل قد حتكون بيئة آمنة البصرة للانتخابات؟ لا، حتى البصرة لا، يعني نحن لا نسويها في مدينة، مدينة أشباح. انتوا بدكم تعكسونا يا لا، احنا ما نعكس الجهة، احنا مو انت، انا ما اقصد حضرتك، اقصد انتم، يعني من نشوف واقع البصرة من الناحية الأمنية. شوفي يومية تظاهرات من جهة، خلاف بين عشرتين نشوف قاذفات، نشوف أحد، الدنيا تحترق، ما تعرف شو وين. خل احكي لك في موضوع الإيجابي بالبصرة. البصرة أم الخير، أم الطيبة، أم سلة العراق الغذائية. البصرة ناسها طيبين. أكو حملة شنعات وشنع البصرة من بعض القنوات الإعلامية، بس مو إحنا، وللأسف أنا أحتب عليهم. ويعني أنتم أنا ما شايف تقريركم. ليش هالعداء البصرة؟ كل محافظات العراق بها صراعات عشائرية. فيديو قديم بال 2004 2007 يطلعون به ناس مسلحه ولازمه قاذفات، ما ادري كانوا يقاومون الاحتلال او يقاومون كذا. هذول الشبان اللي ظهرت صورتهم، هذا فيديو قديم؟ يعني هو اكو فيديوهات جديده، لكن الاغلبيه، انا ذاكم شفت التقرير على احد القنوات. ليش يعني؟ مو حرام؟ فيديو بال 2007 انا شايفه بعيني، وكل معلوم عندك انه هنا البصره. رمي متقابل كان ضد القوات البريطانيه اعتقد، طلعوه وهاي البصرة محترقة وهذه البصرة تنوير ليلي وكذا. إيه، بس هذا ما يمنع أنه كواقع حالي اليوم أكو استعراضات لشباب رافعين أسلحاتهم بيظهرون على خلافات عشائرية، نشوف طريقة القصف بين كأنه بين دولتين تتقاتل، هذا موجود بالبصرة. هسه هذا كواقع حال موجود، هذا موجود بالبصرة، لكن مو مثل ما تصورين أنت بالتلفزيون مبالغ به. ذاك اليوم إحنا من صارت بين الاعتقال القيادي بالحشد قاسم مصلح، إحنا قاعدين بالبصرة قلنا بغداد سقطت. من التابع إعلامياً، إعلامياً قلنا بغداد سقطت. أخابر ناسنا وربعنا اللي هنا قالوا كل شيء ماكو، الوضع الأمني مستقر، ناس فتح أسواقها وتمشي، وفتح لي واحد كاميرا وأنا جاي أتمشى بالسوق. إذا هذا يجرك للتساؤل إنه ممكن تكون حتى النزاعات في بعض الأحيان مدعومة من الخارج؟ يعني أنت تقول أكو حرب تصير على البصرة إعلامياً؟ إيه أكيد، هو أكو حرب على البصرة إعلامياً، وأكو نزاعات مدعومة من الخارج من دول الجوار، وأكو نزاعات مفتعلة. وشوف إحنا بيا وقت نتعارك على فد شيء بسيط كعشائر، العشائر متداخلة بيناتها، ماخذة نسابة بيناتهم، صداقة بيناتهم، صلة رحم بيناتهم. فهذه السنين اللي مرت علينا إحنا ما شايفينها سنين، لكنها لا بزمن أهلنا ولا بزمن أهلنا. أنا أعتقد أكو دول جوار تدعم لتخريب البصرة. دول جوار تحديد. دول جوار أكيد، هو كمين يجينا يعني، هو إحنا البصرة تحتها 4-5 دول وميناء وتدعمنا. أكو دولة من دول الجوار، دولتين ثلاثة جاي تدعم هذه. الهدف منها، الهدف منها هو عدم استقرار الشارع البصري، حتى لا تنهض البصرة وتكون عاصمة العراق الاقتصادية، تكون الضاهي دبي وغير دبي، تكون ميناء الفاو يربط طريق الحرير بأوروبا. أنا أعتقد هذه كلها حروب، يعني كلها جوانب اقتصادية، كلها جوانب اقتصادية. بس هم أرجع أقولك على نقطة أساس، اليوم أنا مقبلة على فترة انتخابية، مأمن على حياة الناخب والمرشح بالبصرة؟ والله 90% مأمنين يعني، معكش. صناديق الاقتراع، صناديق الاقتراع بعد هي الدولة مسؤولة عنهم، هي المفروض تحافظ عنها وتنقلها لبغداد. عندك مال سياسي وعندك سلاح، بدك تحكي بثقة انك مأمن، يعني مو متبالغ. انا ذاك يوم جوني خطار من خارج العراق، دول اجنبية، شركة استثمارية اجت، اجوا مصريين وياهم شركة المانية. نزلوا بالمطار متخوفين، هم كانوا يتوقعون يخطفونهم من الطائرة اللي حطتهم مطار البصرة. دزيت لهم سيارات وجبتهم سكنتهم بالفندق شيراتون، وبالليل طلعت عشيتهم سمك مسقوف وكذا، وشربوا أرجيلات وقعدوا وتمشوا، وقالوا احنا معقولة بالبصرة؟ قلت هاي البصرة على الشاط، وتمشينا وكذا. انت اليوم يعني اكو جانب مشرق، اكو جانب مشرق واكو جانب ايجابي، واكو اعمار موجود، بس اكو هفوات. الاعمار واضح لاهل البصرة بالمحافظة؟ يعني البصرة على مدار 25 30 سنة 40 سنة هي خربة، مرت بحربين، حرب العراقية الإيرانية 8 سنوات، وحرب الخليج الأولى والثانية، نسميها أولى مال 90 والثانية مال سقوط النظام. وذني كلهن على رأس البصرة، فش تريد تعمر بيها؟ بعدين كانت عندنا قبل 2008، عندك من بعد 2003 لليوم هذا ما صار إعمار بيها، ما صار استثمار. ما احنا نسمع اكو حالة مشاريع بالبصرة وملاعب بالبصرة لتنبني ومولات بالبصرة، المفروض واقع البصرة اللي يكون يوم مختلف حتى عن بغداد. هي الأموال دائما كانت بزمن المحافظين، هو شنو اللي يعاني من عند احنا؟ هسه كمدينة رياضية موجودة وكفنادق موجودة وكورنيش. الله يرحمه عبد الله عويز، الله يرحمه، ايه. الله يرحمه. كورنيش البصرة جاي حاله للإعمار، وشركة جاي تباشر به طرق البصرة، بصرة زبير، بصرة
وقفة وبصرة ارتباط بالسريع الدولي، هذا كلها معبدة وكاملة. جيد. الميزانيات اللي كانت تجي تطلق بشهر السادس توصل للبصرة بالسابع بالثامن، نفس هذه السنة اللي راح تصير تبدي إحالة المشاريع بشهر التاسع. زين. المقاول بين ما يستلم مشروعه بين ما يسوي مباشرة بين ما كذا ما يلحق يصرف سلفه، صارت رأس السنة سنة مالية، رجعت الأموال للمالية للمركز. ننتظر السنة الجاية، السنة الجاية مرة حرب داعش، مرة نزول النفط، مرة حرب طائفية، مرة رئيس وزراء ماله خلق غير موازنة، مرة مجلس النواب اختلف بيناتهم. هذه اللي جاي يصير عندنا رباك بالمحافظة. إذا رجعت مجالس المحافظات جي قدر حصب بصالح محافظة البصرة وجود مجلس محافظة؟ والله أعتقد مجلس محافظة مجلس رقابي، وإذا كان رئيس مجلس المحافظة متفق مع المحافظ، يعني متفقين سياسيا وأمنيا على إعمار محافظتهم، على إعمار محافظتهم راح تمشي. أما إذا كان خلاف بين مجلس محافظة غيابهم أثر سلبا أو إيجابا على عمل المحافظ بالبصرة الحكومة المحلية؟ لا إيجابا غيابهم. أي طبعا. عودتهم؟ عودتهم أنا ما أنصح بعودة 33 عضو و 35 يمكن حيكون بعدد يعني أقل يكون بكثير، فد أربع أعضاء خمسة أعضاء، لا أكثر رئيس مجلس، رئيس مجلس وأربعة، يعني تبقى استحقاقات الكتل الموجودة، واحد للخدمات وواحد مستشار وواحد. طيب راح يكون وجودهم عامل حجر عثرة أقدر أقوله للمحافظ، راح يكون هالمرة مختلف شيء إيجابي لكم؟ أنا أعتقد هالمرة لا إيجابي مختلف. شيخ عندك خلافات ويا الشيخ البصري؟ شيخ بدون ما راح اذكر اسامي، ما اريد اخوض باسامي فيه. والله ما عندي خلاف، انا كلهم اصدقائي واخواني وعلاقتي طيبه بيهم ويرحون واجيهم. ما عندك خلافات بداخل البصره كشيخ كاظم الصرايفي في لا لا بالعكس، انا بالمطلق بالمطلق ابدا ما عندي. مع المحافظ؟ مع المحافظ ايجابي واضح من طرحك. اخوي وصديقي يعني. والله ما عندي اي مشروع. هو قريب جدا من شيوخ العشائر بمحافظه البصره؟ اي طبعا قريب جدا قريب جدا. هو تعرفين ابو شيخ وجده شيخ وهو هم رجل شيخ، يعني بقى على نفس المسافه، بقى على نفس المنهج. وتلاحظين ذاك يوم دخل حتى بعض الفصول وحلها عشائريا، هو حضر بنفسه وجاب قائد عمليات قائد الشرطه. مطمئن على ايام البصره القادمه؟ اكيد. انت قلت اكو تخوف من ملف الكهرباء. هو شوفي انا يصيبني الاطمئنان بعد ما تكون الكهرباء مستقره وماي الاساله يوصل للبيت مو مالح ماي حلو. بهاي الحالتين هذين الحالتين هاي اكو بوادر يصير والله تخوفي. يعني متخوفين؟ اي متخوفين من عندها، لان هسه تعرفين نهر دجله بجفاف، الفرات بجفاف اكثر. فكيف احنا بالجنوب شو وصلنا؟ ما يوصلنا شيء. واذا طب اللسان الملحي مال البحر على شط العرب ويصعد له فوق يوصل القرم. تنعاد اللي صارت بالتدهورات، تنعاد اللي صارت بال 2017 2018 ان شاء الله. الله لا يقول. حيكون لنا لقاءات قادمه الشيخ كاظم ايام الانتخابات خصوصا. اشكرك الشيخ كاظم الصرايفي احد وجهاء محافظه البصره، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا نلتقيكم يوم الاحد ان شاء الله، مع السلامه.